وخلال زيارة رئيس الوزراء إلى تنزانيا التي تم خلالها الاحتفال بتوقيع على إنشاء مشروع سد ستيجلر جورج والذي فاز بإنشائه شركات وطنية مصرية، كان للزميل أحمد أبو الحسن متابعة أجرى خلالها حوارا مع وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي. مشروع كسبته للشركات المصرية نتيجة مسابقة عالمية أو مناقصة عالمية يعني، فالشركات المصرية كسبته نتيجة العروض القوية، العروض الفنية والخبرات اللي موجودة فيها في مصر. هو في الحقيقة المردود بتاع حفر قناة السويس في سنة وأنفاق قناة السويس والبنية التحتية اللي اتعملت ومحطات الكهرباء اللي اتعملت في مصر كان ليها صدى جامد قوي في أفريقيا، إن وفي ثقة في المصريين وفي مصر، وده اللي انعكس في كلمة رئيس الجمهورية النهاردة، إن المصريين قادرين على الإنجاز في وقت قصير. وهو تحدي إن المشروع دوت 42 شهر مدة التنفيذ بتاعته، يعني 3.5 سنين، تحدي إن هو للشركات المصرية، وإن شاء الله يعني هيكون في تركيز بحيث إن هو ينهى في ميعاده بإذن الله. مع الوزير سؤال هام جدا ويعني بيطرحه المواطن المصري، هل هذا السد له تأثير على المياه أو حصة النيل؟ توضيح لهذا الأمر، لأن هو يعني في سد في نهر جانبي اسمه نهر الرفيجي، بس هل يعني توضيح هذه المعلومة للمواطن المصري؟ لا، هو في الحقيقة برضو دي أشار ليها رئيس الجمهورية في كلمته النهاردة، قال السد دوت في نهر تاني ملوش علاقة بنهر النيل خالص، في حوض تاني خالص، إنما هو قال في كلمته برضو إن في روافد نهر النيل هو مش هيبني سدود عشان ما يأثرش على المياه اللي بتيجي في مصر. دي قالها واضحة في كلمته النهاردة، لأنه هو عارف إن مصر بتعتمد على نهر النيل في 97% من مواردها المائية، وبالتالي هم مقدرين الحتة ديت وعارفين إن احنا ما عندناش موارد تانية غير النيل، فقال احنا مش هنقرب ناحية نهر النيل في بونس دول.